السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور أحمد عبد التواب شرف الدين. And today we would like to continue talking about something related to the theoretical part in simultaneous interpreting. النهاردة بقى يا شباب عايزين نتكلم على حاجة معنية أكتر في الجزء النظري جوه الترجمة الفورية. احنا دايما بنتكلم على فكرة ازاي نقدر نترجم بشكل سريع، بس في حاجة شغلت انتباه معظم علماء اللغة وكمان علماء النفس، الناس اللي معنية بدراسات اللينغويستكس والناس اللي معنية بدراسات السايكولوجي. الناس اللي هي منشغلة في السايكولوجي بشكل سريع كده اللي احنا بنسميهم سايكولوجيستس، وبتوع اللغة اللي دايما بنقول عليهم لينغويستس. فرق دايما وخلي بالك دايما يبقى عندك سنس كده انك تفرق ما بين الدقائق أو الفوارق الدقيقة بين الكلمات، زي بالضبط في فرق بين لما تقول لي حاجة زي psychologist وحاجة زي psychiatrist، لأن هناك فارق ما بين psychiatry وما بين psychology. طيب نرجع بقى تاني لفكرة جزء مهم جدا، جزء في المجال النفسي وفي الوقت نفسه هو مرتبط بفكرة اللغة اللي هو الميموري. We do have in our memory we have different types. عندنا أنواع مختلفة من الذاكرة داخل ذهن كل الإنسان. علماء النفس بالاتفاق مع علماء اللغة الاثنين قالوا إن في عندنا حاجة اسمها short term memory، ذاكرة قصيرة المدى، وفي عندنا كمان حاجة اسمها long term memory، ذاكرة طويلة المدى. المترجم الفوري واللي بيستخدم اللغة، خلي بالك لأن الكلام ده مش بس للترجمة، ده هيفيد كل اللي بيستخدمه اللي بيتعلمه لغة إنجليزية كلغة تانية أو أي لغة، هتفاجأ بأن في حاجة معنية في إطار نفسي، وعلشان كده هم عملوا حاجة اسمها مجال كده تفرع من علم اللغة اسمه psycholinguistics اللي هو علم الدراسات اللغة النفسي، حاجة مرتبطة ما بين اللغة وما بين علم النفس. هنرجع تاني لفكرة الترجمة واستخدام اللغة والترجمة الفورية. أي إنسان علشان يستخدم اللغة سواء كانت mother tongue اللي هي اللغة الأصلية بتاعته أو the second language أي ما كانت، دايما هو بيعمل شكل من أشكال الربط ما بين short term memory اللي هي ذاكرة قصيرة المدى وما بين long term memory. خلينا بسط لك يعني إيه ذاكرة قصيرة مدى ويعني إيه ذاكرة طويلة المدى. يعني لو سألت حضرتك دلوقتي وقلت لك أنت اسمك إيه، فورا هتجاوب وهتقول لي إن اسمي كذا، مش ممكن هتنسى اسمك إلا لقدر الله لو كان في حاجة متعلقة بجانب صحي زي الألزهايمر. إذن الطبيعي أن الإنسان بيتذكر اسمه في التو واللحظة. لكن لو أنا سألتك مثلا أنت أكلت إيه الشهر اللي فات، هنا بقى ممكن تفتكر وممكن ما تفتكرش، وغالبا أنت مش هتفتكر. وبالتالي هو ده الفارق ما بين حاجة اسمها ذاكرة قصيرة المدى اللي بتستقبل البيانات، بتستقبل الديتا أو الداتا، بتاخدها جوه ذهنك وبتخزنها لفترة صغيرة وتطلعها بعد كده أو ممكن تفقدها. في الترجمة الفورية من العناصر المهمة جدا اللي أنا بعملها دايما أثناء لما بعمل تدريب فكرة إنك إزاي تعمل activation تنشيط للذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى، وإزاي نقدر نعمل حاجة اسمها retrieval أو restoring the information، إزاي بقدر استرجع المعلومات اللي موجودة في الذاكرة طويلة المدى واربطها بالذاكرة قصيرة المدى. ليه يا شباب أنا بقول الجزء النفسي ده أو الجزء الإدراكي، أحيانا بيقولوا عليه psychological وأحيانا بيسموه cognitive part. ليه أنا بتكلم على الجزئية دي؟ لأنك أنت في الترجمة الفورية الجانب النفسي والإدراكي مهم جدا. خليني أقول لحضرتك إن أحد السمات المهمة لأي مترجم فوري هو سرعة رد الفعل عند الترجمة. أنت الترجمة الفورية أنت قدامك حد بيتكلم وفي التو اللحظة أنت لازم هترد ولازم هترجم. وبالتالي احنا هنا هنخش او هنتطرق وان شاء الله ممكن نتكلم عنها بالتفصيل باذن الله المره اللي جايه، اللي هي فكره انواع الانتباه، بيسموها كده علماء اللغه وعلماء النفس مره تانية بيقولوا عليها حاجه اسمها attention splitting. يعني ايه attention splitting ويعني ايه attention concentration اللي هو تركيز الانتباه؟ ايه الفرق ما بين تقسيم انتباه وتركيز انتباه؟ وده انا هحتاجه في ايه لو انا بتكلم على فكره التدريب على الترجمه الفوريه او التدريب على مهارات الترجمه بصفه عامه او التدريب على استخدام اللغه، انك بتستخدم لغه تانية وبتمارسها شأنها شأن اللغة الأولى، إيه اللي بيحصل جوا ذهن الإنسان؟ صحيح إحنا بنستخدم أدوات تدريبية، لكن في جزء إدراكي ونفسي ينبغي لكل واحد بيتعلم لغة، بيتعلم ترجمة، بيمارس ترجمة فورية، لازم يكون على وعي بالإطار النظري زي ما بيستخدم الجانب التطبيقي. هنكمل إن شاء الله المرة الجاية عشان ما أطولش على حضراتكم. كان معاكم دكتور أحمد عبد التواب شرف الدين، شكرا لحضراتكم على المتابعة ونشوفكم على خير المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.